يا خرابي ابوسك من بقك. طب وانا ابوسك ازاي؟ حبيبتي انت بصي من اي اتجاه، هو مش هيعترض، هو ما هيصدق، هتلاقيه يعمل لك كده. انت فاهمه مستني القبله المقبله. يا لهوي يا لهوي، ايه بالظبط؟ حددي موقفك. تحفه حلو الواد ولا انت؟ ركزي. حلو قوي. الفيديو خلص من غير ما اشوفها وهي بتبوسه. قله ادب والله العظيم، ينزلوا كده تفاصيل حياتهم وما يكملوهاش. طب احنا نعمل ايه دلوقتي؟ ها من السخيفه صحيح. لا لا من بنعناه، ده انا بحبه قوي. يا حنين بتديها تشرب من العصير بتاعك؟ ما هو انت الاتنين نفس العصير، هو اي محن وخلاص. يستاهل، هي شغلت المكنسه عليك اهي. يا واد طفحته لها، هي بتديها لي من الاول لما انت مش هيهون عليك ان هي تشربه. رجاله هم صحيح كده. دردرت بق العصير على الوليه من حنين. ايه شكليات والله العظيم. جايبين سموزي في الفرح، العريس فكهني ولا عنده محل عصير؟ يا بختك، هتغرقي كده في العصير الفريش 24 ساعة. أصل بقى غالي والله العظيم، البتاعة قد كده ب 40 جنيه والأكبر منها سيكة ب 60، وأنا بتكسف أسأل الراجل أنت ليه ب 60؟ مش للدرجة دي يعني، وبعدين أنا باخد الحاجة من غير سكر. ما تجيبلوش الضغط أنتوا بقى. نصيحة من اختك بقى، كليها كلها عشان تبقي خدتي حلاوة البدايات كلها، عشان اللي جاي بعد كده كله مسكر نار. في حاجة اسمها استئذان قبل الحب، داخل كده ايه؟ مش فاهمة هي يعني عشان فنانة بقت خلاص يعني؟ وانت واحد من العيلة يا ابني عشان تدخل تحضنها الحضن ده؟ ايه؟ هي مامتك؟ جبت لنفسك التهزيق اهو. كده غرفي بالكاس على طول؟ ده هي بتبقى شوكة وشوكة، والتورته دي ما بنشوفهاش بعد كده، معرفش بتروح فين. اكلي بقى، ها يعني بني كيوتة كده اكلي ولا ايه؟ انتوا مودينك الفرح من غير اكل؟ انا عارفة بتبقى ايه الواحدة نفسها مسدودة وحاسة بقبض كده، متبقاش ليها نفس لا تاكل ولا تشرب. من كتر الضغط بقى والفرش والمفروشات والكلام ده كله. اكلي معلش اعتبريه جوزك. يا روحي دي جعانه بجد. طب نحاول نسيطر على معدتنا، ما اصل احنا لو ما سيطرناش على معدتنا مش هنعرف نسيطر على اي حاجه. تركيز بس معلش. لا خلاص انا ما انصحكش ان انت تستنى تاخد منها حاجه، وما تستناش بعد الفرح ان انت تروح تلاقي غدا ولا حاجه، احسن حاجه ان انت تاكل عند امك لان البدايه كده مش مبشره. الو ايه كميله رايحه فين؟ كل دي شنطه؟ عربيه البيبي بتاعه انت؟ انا كان نفسي والله اجيب لي الولاد عندي عربيه من دي، بس ما بلحقش اتهنى على حاجه. الحمد لله وحسب الله ونعم الوكيل وكل حاجه. بنت انت لابسه طالون، ما ينفعش تطلعي كده، عيب. البسي بنطلون ولا شورت؟ ده احساس بالطفوله المتاخره ده ولا ده ايه؟ ودي بتمشي ازاي؟ ولا بتشد سناره كده على اي عربيه ماشيه قدامك؟ بس خلي بالك عشان العربيه اللي قدامك لو مشيت بسرعه ممكن تعوري نفسك، عشان الفرامل بتاعه دي هتفلت زي ما دماغك فالت كده. احلف، هو انت بتفتح الميه بكبس الكهرباء؟ انا كنت فاكره ان الميه بتتفتح من الحنفيه ولا ايه؟ لاعب في جينات الشقه ده بجد، ده قفلت لما فصل الكوبس. اللي هو ازاي يعني؟ اللي هو ازاي انا مش ناقص؟ وحدك سباك ولا ميكانيكي؟ يخرب بيت الكورسات اللي بتاخدوها على النت دي. ايه ايه يا مفتري يا ابن المفتري، حتى لو هي بتضربك ومفتري عليك ما تعملش فيها كده، ما تاخدهاش غدر. يا بنت زحلقي نفسك من على الكرسي يا بنت، وقومي ردي يا بنت ما تسكتيش. يا عيني بس انت شكلك مضايقاه جامد، ما تبقيش تروحي عند امك كتير وما تاخديش خزين من خزين البيت توديه لامك، عشان دي اسمها سرقه. لا 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 لا.
لا منقوسه، وقايمة تطمني عليه كمان مش عارفه حجم الايد اللي بتضربك. ده ايه الغباء الزوجي ده؟ ده انت جوزك بيضربك مره واحده خلاص ايده بتعلم، يعني لو خدت قلم على قفاكي كده من غير ما تشوفي مين اللي ضربك بتعرفي اذا كانت دي ايد ابوك ولا دي ايد جوزك. يا بختك عندك موتوسيكل عارف تمشي بيه في المطره. هي زحلات الموتوسيكلات على الاسفلت بقى يعني مش ظريفه. بنت تشربي سجاير؟ انت يا بنت بصي قدامك شوفي مين اللي بيديكي. لا ومتعوده عارفه بتشربها ازاي. هو انت بقى بقصة شعرك دي اللي خليتهم يشربوا سجاير يحس ان هم عايزين يسترجلوا؟ انت اللي جايب لهم الكافيه دي الولاعه يا عم عشان خرمانه. يا بنت تجري يا بنت هتتضربي. نفس درجة اللون بتاع شعري، انا انصحك ان انت تغيره عشان بيهلك الشعرية كده ويتلفها، اعمله اسود او قصه يعني زي بقية الرجالة كده عشان حريمك ما تشربش سجاير، ما تخليش مكانك فاضي. خد الحلق يا دنيا معلش، يعني انت رايحة تثقي في النسناس، النسناس ده ايه مذكر ولا مؤنث؟ يا مأملة للرجال يا مأملة للمية في الغربال، فأي حاجة مذكرة يا دنيا ما تساقيش فيها، حتى لو كان لما أخذ نسناس، ما هو من الذكور برضه. تستاهل أخد منك الحلقة أهو، خليكي ماشية فردة وفردة، عشان العيال في الشارع يقول لك يا أم فردة وفردة. الحقوني الحقوني يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي. مالك يالا؟ الكهرباء كانت غالية؟ انبوبة البوتاجاز خلصت دي اكتر مشكلة بتحصل لي، عندي اتنين بمملهمش مع بعض، قلب خايف. ما هي هي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي. ما طلتهمش عشان انت ابيض كده قازح، فاللطمة ده هيخلي البشرة البيضة دي لا مؤاخذة تحمر، اتعلم بعد كده كأن في حد لزق على وشك عشان بغستيجك قدام الناس. الحته دي بتهرشني مش عارفه ليه. في اوضه استراحه الدكاتره انا هحكي لكم الموضوع. يا انت يا بنت الدكتوره يا اختي عسل يا ناس، كانت امنيه حياتي والله، هم قالوا لي انت صوابعك طويله ينفع تشتغلي في الجراحه، بس خلاص بقى كان العمر عدى. الموضوع بسرعه انجز والنبي عشان بص النور بيرقص حواليا ازاي، خلاص قربوا يقطعوا عليا النور. لا انت هتعيط ايه؟ طلبوا ايدك للجواز؟ كفايه لطم بقى، ما ينفعش حرام، اللطم ده حرام. ربنا يسامحني بقى، ربنا يسامحني ان انا مكمله معاك الفيديو. الموضوع ما فيه ان انا كنت شغال دلوقتي مع واحده. صح شغال مع واحده؟ يا ده عملتولي يعني ايه شغال مع واحده؟ يا شغال في الممنوعات ولا ايه؟ احنا بناخد الهيستوري بتاعها. تاخد ايه يا اخويا؟ الهيستوري بتاعها، باخد ال 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 تاريخها. انت نسيت؟ طب ده انا معروف ان انا ماما زهايمر. انت نسيت ازاي؟ عيانة؟ ايه عيتها اكتر ما هي كانت عيانة؟ فقعت لها مرارتها؟ انا قاعدة تعكسني، قاعدة تقول لي يا دكتور ايه القمر ده؟ انت حلوة قوي، قاعدة تعكسني. تعكسك يا بيضة؟ وانت طالعة طلتم باقي لك ساعة عشان في واحدة بتعكسك؟ ضغطي ضغطي ما بقاش يستحمل خلاص، مش كده؟ يعني لا جاي من دكتور ولا جاي من سباك، اعمل فيكوا ايه تاني؟ وكاتبة في الكشف انها سنجل. حلو ده، بتدور على عريس. يا رب تكون فهمت بدل ما انت قاعد طلطم.